مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثاني المتوسط. Today we have a lecture about play, go, do. The verbs play, go, do. And also we have another topic about as possessive. اليوم محاضرتنا حول موضوعين. الموضوع الأول الأفعال play, go, do. والموضوع الثاني as possessive اللي هي as التملك. الموضوع الأول Unit 3 Lesson 1 SB 32. الوحدة الثالثة الدرس الأول صفحة 32 في كتاب الطالب. بالنسبة للأفعال play, go, do طبعا موضوع جدا بسيط وجدا مختصر. هنا أنا فقط نوضح هذه الأفعال لأي نوع من الرياضات تستخدم. We have three examples in order to explain those verbs. عندنا ثلاث أمثلة توضح لنا هذه الأفعال واستخداماتها. بالنسبة للفعل play هو يستخدم مع الرياضات الجماعية غالبا مثل ما نلاحظ هذا المثال we play football or tennis وإلى آخره. يعني football كرة القدم لعبة جماعية وتنس أيضا ممكن تكون لعبة جماعية في الزوجي يعني لاعبين ضد لاعبين وهكذا. ننتقل إلى الفعل go وهذا يستخدم في الرياضات التي تكون أسماؤها ends with ing تنتهي بالمقطع ing مثل هنا المثال we go swimming horse riding وإلى آخره. يعني دائما كل رياضة نهاية اسمها المقطع ing نستخدم لها الفعل go. والأخير الفعل الأخير اللي هو do هذا الفعل يأتي مع الرياضات الفردية مثل هنا we do judo karate يعني رياضة الجودو والكاراتيه وإلى آخره. دائما في الرياضات الفردية نستخدم الفعل do. هذا فيما يخص هذه الأفعال واستخداماتها. ننتقل إلى الموضوع الآخر اللي هو as possessive as التملك. هنا أنا أيضا الموضوع جدا بسيط وبشكل مختصر هو موجود في unit 3 lesson 2 SB 33 الوحدة الثالثة الدرس الثاني وصفحة 33 في كتاب الطالب. هنا أنا فقط يوضح لنا بأنه التملك مرة يعود لشخص واحد ومرة يعود لعدة أشخاص. We have two examples in order to explain this thing. Number one, the man's favorite sport is tennis. نانا, the man's favorite sport is tennis. يعني الرياضة المفضلة للرجل هي تنس كرة المضرب. نانا جاي يقول لنا one man. التملك يعود لشخص واحد. شنو يعني معناه؟ يعني هنا عندنا شخص واحد الفاعل هو مفرد man وهنا ضفنا له اس التملك. بالتالي ملكنا الرياضة المفضلة اللي هي تنس لشخص واحد. لو نشوف المثال الثاني هنا يقول The man's favorite sport is tennis. هنا more than one man يعني التملك يعود لعدة أشخاص. هنا الفاعل إجا جمع إجا جمع اللي هو المين الرجال وأيضا ضفنا له أس التملك عن طريق إضافة فارزة وأس. من خلال هذا المثالين إحنا جاي نوضح بأنه ممكن مرة يأتي الفاعل مفرد ومرة يأتي الفاعل جمع وبالحالتين نضيف فارزة وأستملك. يعني مو فقط بالجمع نضيف الفارزة لا هنا نضيف فارزة وأستملك على اعتبار أنه الفاعل إجا جمع لكن ما انتهى بأس. هنا الفرق بأنه مر يقدر يعني ممكن يجي الفاعل جمع لكن ما ينتهي بأس. بالتالي لما أريد أضيف لأس التملك لازم أضيف فارزة وأس التملك ليس فقط فارزة. هذا فيما يخص موضوع as possessive. هاي الموضوعين بسيطات شرحناها بصورة جدا مبسطة لأن هو مذكورات في الكتاب بصورة جدا مبسطة. إن شاء الله كان الشرح وافي وشكرا جزيلا لكم.